نبدأ المحاضرة. الموضوع راح يكون عن هرمونز اوف بنكرياس. هذا البنكرياس اكيد اخذتمه بالاناتومي. الشيء اللي يهمنا نحن راح ندرس بينه الهرمونز اللي يكون البنكرياس. تكون البنكرياس بينه تو اكشن هو اكسوكراين والاندوكراين. اكسوكراين يعني برودوس دايجستيف انزيمز اللي تصل للديودينام فور ذا بيربس اوف دايجستشن اوف نيوتريانت. الفانكشن اخر هو الاندوكراين هو الشيء اللي يهمنا نحن الهرمونز يعني برودكشن. عادة الاندوكراين او الهرمونز برودكشن باي بنكرياس produced from what's called isolate of pancreas اللي تتخصص بتكوين الهرمونات. فاذا البنكرياس هو عملين هو اكسوكراين اندوكراين. خلي بالنا الاندوكراين الاكسوكراين باي اسيناي طبعا ما لنا علاقه بينه برودوس دايجستيف انزيم. الاندوكراين هو الشيء اللي يهمنا انه برودوس هرمونز باي ذا اكشن اوف بنكرياتيك ازيت وهي الاسيناي طبعا اللي فانكشن مالتها الاكسوكراين. نفذ ما قلنا انه الاكسوكراني والاسينر بارت الاندوكراين بارت اللي يهمنا هو ايزيت اوف لانكراس موجود حوالي 1-2 مليون اوف ايزيت اوف لانكراس ان بنكرياس. الايزيت اوف لانكراس كونسيست فروم فور تايبس اوف سيلز. كل خليه من اربع انواع تفرز لنا هرمون. الخليه الاولى النوع الاول من الخلايا هو الالفا او يسموها اي سيل بروديوس جلوكاجون تمثل حوالي 25% من الخلايا الايزيت اوف لانكراس. النوع الثاني من الخلايا هو البيتا سيل او يسموها بي سيل اللي تكون الانسولين هرمون وتمثل حوالي 70% من خلايا الايزيت سيل اوف لانكراس اللي موجودين قلنا بالبنكرياس. البيتا سيل او دي سيل تكون ما يعرف السوماتوستاتين اللي يمثل اقل من 5% اوف ايزيت سيل اوف لانكراس. والنوع الاخير من الخلايا الاف سيل تكون ما يعرف البنكرياتيك بوليبيبتايد تكون انتريس اموت يعني كنسبه مئويه جدا قليله اقل من 1% من خلايا الايزيت اوف لانكراس وتكون ما يعرف البنكرياتيك بوليبيبتايد. فنحن اللي يهمنا انه راح ندرس ما راح ندرس الخلايا طبعا اي شغله هيستولوجي احنا ندرس الهرمونات اللي تكون يعني جلوكاجون انسولين سوماتوستاتين اند بنكرياتيك بوليبيبتايد. طبعا بعد ما تفرز هاي الهرمونات البنكرياس اول ما يستقبلها هو الليبر خاصه الانسولين اند جلوكاجون فهي راح تصل معظمها للليبر. نجي على اول هرمون الانسولين. هذا هو الكيمستري اوف انسولين. الانسولين يتكون from two chain العفو A and B chain. ما مجموع الامينو اسيد اللي يحويها هو 51 امينو اسيد. ال A chain تكون من 21 وال B chain من 30 امينو اسيد. فيكون 51 امينو اسيد. طبعا حكينا نحن عن هيومن انسولين. طبعا نحن نحكي عن جسم الانسان والهيومن انسولين. طبعا اكو قبل كانوا يستعملوا بوفاين انسولين يعني من البقر في علاج مرضى السكري. بوركان انسولين من البيكس من الخنازير هم يستعملونه في علاج يعني يعطوهم يزرقونه لعلاج تايب 1 دايابيتس خاصه. بس حاليا موجود طبعا هيومن انسولين اللي يستعملونه مرضى السكري. الستركشر اللي تلاحظون مثل ما قلنا بينه اي وبي تشين. هاي الاي والبي تشين مرتبطه مع بعضها يعني بما يعرف بالدايسلفايد بوند. بعض هاي الدايسلفايد بين اس واس اس واس واس واس. الدايسلفايد بوند تلاحظوها هذا الستركشر يمكن اوضح. راح تكون نوعين مثل هذه وهذه او نرجع على مثل هذه وهذه الاشهر كميه. هاي يسموها انترتشين دايسلفايد بوند. ليش انترتشين؟ لان يعني تربط الاي تشين مع البي تشين. الانترتشين عندنا نوعين من دايسلفايد بوند. عندنا النوع الاول تربط لنا امينو اسيد رقم 7 من الاي تشين مع امينو اسيد نمبر 7 او بي تشين. لما نقول نمبر 7 طبعا عد من الامينو تيرمينال من هون
ما من كربوكسيل، فنسميه اي 7 بي 7، يعني ممكن تربط لنا رقم 7 من اي تشين مع رقم 7 من بي تشين. والاخرى اللي هي انتر تشين دايسلفايت تربط لنا رقم 20 من اي تشين مع رقم 19 من بي تشين، نسميه اي 20 بي 19. النوع الثاني من دايسلفايت انترا تشين، يعني within the same chain، عندنا واحدة بس، يعني ما تربط بين اي والبي تشين، تربط ضمن اي تشين، اللي هي عندنا واحدة فقط اللي هي تربط لنا رقم 6 من اي تشين مع رقم 11 من نفس التشين اللي هي اي تشين، بنسميها اي 6 اي 11. فصاعدة ثنتين انتر تشين اللي هي اي 7 بي 7 واي 20 بي 19، وعندنا واحدة انترا تشين within the same chain اللي هي اي 6 اي 11. من اسمه دايسلفايت يعني تربط لنا السيلفر جروب. ايه ما امينو اسيد بينو سيلفر جروب من يقلي او اس جروب؟ ما مروا علينا كمان امينو اسيد اول محاضره اخذتها كلها امينو اسيد بالبروتين. ايه ما بروتين بينو اس جروب؟ السيستين. سيستين. فإذا ايش نتوقع؟ يعني رقم 6 ورقم 11 ورقم 7 ورقم 20 من الاي تشين ورقم 7 ورقم 19 من البي تشين نتوقعهم 60. يعني شو كيس دايسلفايت بوينت؟ لازم يكون بين 60 و 60. لاحظوا الستركشر يعني هذا الشكل، شوفوا بين 6 و 11 60 مع 60. 60 على الانتر تشين، 60 مع 60. 60 مع يعني 20 19 60 مع 60. فكل هالمواقع اللي ذكرناها راح يكون الامينو اسيد بشكل 60، لان دايسلفايت بوينت نسمه بين اس واس. اهميه دايسلفايت بوينت، اول شيء مانتين ذا كوركت فولدينج اوف ذا انسولين بريكيرسر. راح نجعل الانسولين بريكيرسر راح يكون نوعا ما منحني فولدينج، فمن يساعده على هاي الفولدينج هو وجود دايسلفايت بوينت. الفانكشن اخر انه ستراكشر تعطينا ستراكشر ستابلتي اوف ماتشور هرمون. منو الماتشور هرمون؟ هذا تعطينا ستابلتي حتى تمسكه ما موجودين ما حيمسك الاي مع البي تشين، فحتى طبعا بالحاله ما حيكون ستيبل، فتساعد بالستابلتي اوف ماتشور انسولين هرمون اللي هو هذا ماتشور انسولين. سؤال حد بني؟ نيجي على الساعه synthesis of insulin hormone. احنا قلنا يتكون from B cell عند ازيا طبعا او بنك او فلانجرهاز او سميناها بيتا cell، يتمثل تقريبا 70% من خلايا الازيا. يتكون الانسولين from precursor يعني من مركب اقبب اللي هو من اسمه لحظه بري برو انسولين. الوزن الجزيئي ماتو 11500 داتون يعني كبير. وين موجود هذا؟ بالرف اند بلازميك ريتيكولم. بس راح يصير منه راح يصير منه كليفج ينطينا شوي شوي راح ينطينا انسولين، مثل قبل شوي مر علينا البي او ام سي ما قلنا يصير منه كليفج نفس الشيء. هذا البري برو انسولين وين موجود؟ خلي بالنا بالرف اند بلازميك ريتيكولم. الوزن الجزيئي ما تعيري 11500 دالتون، فين راح يصير منه كليفج الى ان ينطينا انسولين. الحقيقه الكليبش راح تكون سيكويس، يعني ما واحد كليبش واحد، اكثر من واحد من كليبش، سلسله من كليبش. بس سلسله من كليبش اوف بري برو انسولين وين موجود؟ قلنا بالرف اند بلازميك ريتيكولم، فالكليبش راح يصير نفس المكان بالرف اند بلازميك ريتيكولم، راح يكون ما يعرف بالبرو انسولين. البرو انسولين ايش خلى الامينو اسيد ماتو بعد ما صار انسولين لحد الان؟ برو انسولين الامينو اسيد بين 78 الى 80 حتى هذا يكون فاريبل. لاحظوا الوزن الجزيئي بدا يقل، كان 11500 ايش خصها؟ 9000 دلتا، يعني صار من كلوبيتش يعني فقد امينو اسيد. هذا البرو انسولين بعد ما يتكون راح يروح الى الجولجي ابراتس تو بي ستورد، فاذا راح ينخزن بشكل برو انسولين بالجولجي ابراتس. فالخزين وين موجود؟ بالجولجي ابراتس. هذا هو البرو انسولين اللي يهمنا نحن. لاحظوا ايش يفرق عن الانسولين؟ وجود ما يعرف بالسي بيبتايد، هاي البنفسجي المتقطع. لو شلناها
اشرجه انسولين. فلذلك الامينو اسيد اعلى ما تقول. ليش اعلى؟ لانه السي بيبتايد بعانه. السي بيبتايد ما يعني حد ثابت، يعني نرجع على الانسولين ايش قلنا الامينو اسيد 51. هسه لو قلت لكم السي بيبتايد ايش خلي الامينو اسيد مالته؟ من يقول لي؟ البروتين شنو هو؟ هو سي بيبتايد معانه الانسولين نفسه. فين اطرح من البرو انسولين اطرح الامينو اسيد مال الانسولين اللي هو 51 راح يطلع لي الامينو اسيد مال سي بيبتايد راح تكون فاريبل. يعني لازم اطرح 78 ناقص 51 يطلع لي 27 الى ايش اقول الى 86 ناقص 51 يعني ايش قد 35 يعني من 21 الى 45 الى يعني ما اعرف اذا اطرح مالتي صح. فاذا راح تكون الفاريبل راح تكون بالسي بيبتايد الامينو اسيد، اما الانسولين بحد ذاته fixed amino acid 51 والبرو انسولين يكون فاريبل. يعني لو منين كيجي ده او اشنو مكونه هو الانسولين مع السي بيبتايد. لو نرجع على الستركشر مال البرو انسولين وين موجود قلنا بالبولجي ابراتس اللي هو عباره عن انسولين مرتبط مع السي بيبتايد. ايش سبب السي بيبتايد؟ يعني شكله شكل السي لتر او قسم منهم يقول لك ليس منها لانه يسموه كونكتد بيبتايد لانه كي تربط الاي مع البي تشين. لاحظوا شلون تربط. بس لو اجي على البرو انسولين لو اجي على الستركشر مالته منين راح ابدي معانه؟ على سبانو برو يعني سلسله واحده صارت. لاحظوا الفولدنج مالته شلون ملتوي. هذا الالتواء من يساعد على اقامته؟ الدايسلفايد بوند اللي هي انترا تشين انتر تشين اللي قلناها قبل شويه. فصار سلسله واحده مثل خيط واحد ملفوف. منين ابدي معانه؟ ابدي معانه من الانترمينال. فمنين لو ابدي معانه منين راح ابدي؟ من البي تشين. فاقول اول شيء يجيني البي تشين، بعدين ايش راح يجيني؟ السي بيبتايد وانتهي بالكربوكسيل ايش هي؟ راح يجيني اي تشين. فراح ابدي بالبي تشين راح ابدي من الامينو اي امينو اسيد لازم ابدي من الامينو ترمينال اللي رقم واحد. فابدي بالبي تشين سي بيبتايد وانتهي بالاي تشين. هذا وين مخزون؟ مخزون بالكولجي ابرز. الجسم متى ما يحتاج ايش راح يسوي؟ راح يتحرر. لما يتحرر بالدم راح ينقسم الى السي بيبتايد والانسولين. راح يتحرر الانسولين مع السي بيبتايد. ولذلك بالمختبرات نحن اكثر الاوقات ما نقيس الانسولين، يعني الانسولين يكون الهضم مالته جدا قصير. فايش نقيس مكانه؟ السي بيبتايد، لانه راح يتحرر ان ذا ايكومولر ان ذا سيم ايكومولر اماونت، يعني نفس المولر مولر يتحلل. ليش؟ لانه هو استركشر واحد انقسم. يعني لو تحرر واحد انسولين راح يتحرر معانا واحد سي بيبتايد. لو تحرر ثلاثة انسولين راح يتحرر معانا ثلاثة سي بيبتايد. فلما قيس سي بيبتايد تركيزه معناته ايش كذا قيس بشكل غير مباشر؟ كتقيس كضعف الانسولين. ايش قد كي يتحرر؟ لانه مرتبط معانه جزئين وجزء كل واحد تحرر بوحده. لانه مرات صعب اقيس الانسولين لانه الهضره مالته جدا قصير. Then upon stimulation, receiving stimulation, the proinsulin undergoes cleavage into equimolar amount of insulin and C-peptide to be released into circulation. يعني قسم إلى insulin و C-peptide ويخرج بالcirculation. ممكن أقيس C-peptide يعوض عن قياس الإنسولين. يعني أعرف لو كان C-peptide طبيعي معناته إنسولين طبيعي. لو كان C-peptide قليل معناته إنسولين قليل. لو كان C-peptide عالي معناته إنسولين عالي. لأنه يم نفس الشيء وتفرق. واضحة؟ اكو سؤال؟ ريجوليشن اوف انسولين ريليز شنو اللي يعني حافظ على مستوى الانسولين او من يعمل له ستيميليشن للانسولين؟ طبعا الانسولين بالمناسبة انه ان هيلثي بيرسون اباوت 40 to 50 units of insulin are released from the pancreas daily. يعني الشخص الطبيعي يحرر انسولين بالبنكرياس، يعني موجود كخزين بشكل برو انسولين. اللي يتحرر من البرو انسولين يوميا بالشخص الطبيعي الهيلثي بين 40 ل 50 يونت اوف انسولين. هذا ايش قد تمثل؟ حوالي 15 ل 20 مي اوف ديلي كاباسيتي اوف بنكرياس. يعني معناتها ايش معناتها؟ يعني ماكل الانسولين
الكاب اللي موجود بالبنكرياس برونسرين يومين يتحرر، لا يتحرر منه الى حد الاعلى 20%، يعني ممكن انه يزيد الشخص، يعني مثلا ياكل حلويات او يتعرض لمرض معين يحتاج مور انسولين ممكن يزيد الى حد ايش يزيد. احنا ايش قلنا من الكباسيتي 20% تقريبا، بين 15 20% ممكن تقريبا يزيد بين 5 الى 6 مرات. يعني نتوقع الحد الاعلى للسكريشن اوف انسولين للشخص للانسان ما يعني بين 250 الى تقريبا الى 300 يونت. يعني عنده احتياطي، يعني اللي كيحرره 15 20% يعني ايش عنده احتياطي تقريبا 80% الى 85% موجود عنده احتياطي، فممكن انه يطلقه عند الحاجه. فالى حد 5 مرات الى 6 مرات من النورمال سكريشن ممكن انه الانسان طبيعي يزيد وقت الحاجه. بالمناسبه ال 1 يونت اوف انسولين از ايكوفالنت تو 0.0347 ملي جرام اوف بيور كريستالين انسولين. يعني كل يونت من الانسولين تعادل له صفر على الصحيح و 347 بال 10000 من الملي جرام من الانسولين الصافي بيور كريستالين المتبلور. الفاكتورز كونسيرت الانسولين ريليز اللي هي اول شيء برودكت جلوكوز تنعف الهرمونز اند فارماكولوجيكال ايجنتس. يعني لما نجي على برودكت جلوكوز حقيقه الانسولين ستارت ريليز وهنا برودكت جلوكوز ريليز 80% ملي جرام بير ديسيتر. من يصير برودكت جلوكوز عند الشخص بين 80% ملي جرام بير ديسيتر يبدا الانسولين ينفرز اند ريش اتس ماكسيمم اعلى حد يصله الانسولين سكريشن لما يصير برودكت جلوكوز بين 300 الى 500. يعني لاحظوا هاي تأيد ما ذكرناه سابقا ان خلينا ناخذ الكاباسيتي او الاحتياط عنده تقريبا او يعني حوالي 80 85% احتياط. يعني بمعنى اخر انه الشخص ممكن يفرز انسولين 5 مرات اكثر من الحد الطبيعي اللي يفرزه يوميا. فنحن لما يزيد يبدا اشغل الافراز تقريبا حد بالمية بين 80%. لو زاد 5 مرات الى حد 500 ممكن انه يفرز انسولين اكثر من 500 بعد انتهى الانسولين. يعني طاقه البنكرياس على افراز مور انسولين توقفت لانه 5 مرات قلنا اكثر يفرز. فمن 100 الى 500 يعني 5 مرات ضعف الجلوكوز. فاذا زاد اكثر من 500 600 700 بعد هاي الانسولين كله انفرز بعد ما يفرز اكثر الانسولين الشخص. وايش قلنا؟ ريش ماكسيمم ليفل وين بلود جلوكوز ريش بين 300 الى 500. الهرمونز حقيقه الكرونيك يعني اكد عليه كرونيك اكسبوجر. ما واحد ياخذ له مثلا يقول اخذت لي بروجستيرون حبي عشان الانسولين راح يزيد وهي لا كرونيك يعني مزمن. كرونيك اكسبوجر اوف اكسس ليفل اوف كورتيزول بلاسنتال لاكتوجين هاي الهرمون البروجستيرون جاستريك انهبيتوري بيبتايد يرمزوا له جي اي بي او يسمونه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد اللي ينفرز طبعا من الجي اي تي. كل هذه ايش تعمل؟ انكريز انسولين سكريشن كلها تزيد من افراز انسولين. هسه واحد يسال سؤال يقول ليش تزيد من افراز انسولين؟ لانه هي هذه الهرمونات اللي ذكرناها كلها تزيد لنا برودكت جلوكوز. فلما يزيد برودكت جلوكوز طبعا الانسولين راح يتحفز بشكل غير مباشر راح يزيد لنا انسولين ريليز. ومن ضمنه اكد عليها الجي اي بي اللي جاستريك انهبيتوري بيبتايد او جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. هذا شو يتحفز؟ لما الشخص ياخذ طعام فيدخل الجي اي تي للطعام فيبدا يتحفز الجاستريك انهبيتوري بيبتايد خاصه يفرز من الاستومك وحتى من الانتستين يفرز فيحفز لنا الانسولين فيسمونه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك. من اسمه انسولينوتروبيك يعني يحفز الانسولين بيبتعد لانه يعني هو يعتبر كبتعد هرمون جلوكوز ديبندنت. يعني متى ما موجود جلوكوز هاي حفز الانسولين مسمينه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتعد. وهذا طبعا اسم احدث من الاسم السابق وهو الجاستريك انهبيتر بيبتعد. والمختصر على الثاني يمشي يعني الجاستريك انهبيتر بيبتعد يمشي المختصر على جي اي بي ويمشي كذلك على الجلوكوز جي ديبندنت انسولينو اي تروبيك
بيبتايد اللي هي البي مختصر، يمشي على الثين. هسه انا اسالك بسؤال، لو الشخص ياخذ 100 ملي جرام او مثلا 1 جرام جلوكوز فرضا، اخذوا شخصين ناخذ، واحد اخذ 1 جرام جلوكوز باي ذا ماوث يعني اورالي، والاخر اخذ 1 جرام جلوكوز انترافينس يعني بالوريد زرعنا له، منو يجي عنده الانسولين اكثر؟ طبعا الجلوكوز هاي حفز الانسولين سكريشن، بس منو تتوقعون الانسولين يزيد عنده اكثر؟ اللي ياخذوا اورالي اللي ياخذوا باي ثرو انترافينس روت. دكتور الاورالي لانه راح تحفز ليش؟ لان هرمونات هاي لين راح يصير فاكتورين اللي ما اشنم يوم مال هرمون ولا بلاد جلوكوز؟ ايه ما هرمون؟ جي اي بي غير؟ نعم جي اي بي بالضبط. ما تقول هرمون يعني عدد هرمونات زايدة الانسولين، يعني لازم نحدد. فنقول لانه هيتحفز الجي اي بي اضافه طبعا الى انه الجلوكوز نفس حد ذاته هيحفز الانسولين، فعندنا تو فاكتورز. ولكن ما مثل ما يعني كثير من الناس يتوقعون انه ياخذ جلوكوز بالوريد راح يزيد عنده الانسولين اكثر لانه مباشر، لا. بالانتستين لو اخذه عن طريق يعني الاورال حيكون مور ستيميليشن. سوري. اكو سؤال؟ اكس عندنا السوماتوستاتين اسمه ستاتين يعني انهبيشن يعمل انهبت انسولين ريليز، راح نرجع عليه بعد شويه. الفرمج الحافز الاخر والفرمج الاخر والفرمج الايجنت اللي هو حصل عندنا الدراكس يعني ستيميليت انسولين سكريشن مثل على سلفنال يوريا دراكس كومباوندز، هاي طبعا تساعد على افراز الانسولين زي ستيميليت انسولين سكريشن. فسلفنال يوريا دراكس بيستعملوها عاده بعلاج المرضى السكري. من يقل ايما مرضى السكري يستعملوها؟ التايب 1 ولا التايب 2 تفيدهم اكثر؟ او تفيدهم؟ نعم تايب 2 ليش؟ لا 1 تايب 1 ليش؟ لان هو يكون خلل بالانسولين. بعد من عنده راي اخر؟ لا شوفوا هذا تايب 2 ليش تايب 2 دكتور؟ لانه هم عندهم نقص بالانسولين يعني الريسبتور ما بالضبط عند النقص الانسولين او الانسولين ديفكتيف مالته تمام، فنحاول نزيده اكثر بلكي يشتغل بلكي يفيدهم. التايب 1 هي بالاصل البيتا سيل ما تشتغل ديستركتيف يعني منتهي، اما اوتوميون ديزيز او فايرال انفكشن او الى اخره اسباب كثيره. فاشخاص ما نعطينه ما هي ما تشتغل ايش احفز منها؟ منتهى يعني ماكو رد بندر كده انتهت. فاذا نعطينه للتايب 2 حتى يحفز الانسولين الموجود عندنا لو كان قليل يفيدهم. وهاي طبعا ضمن جروب يسموها اورال هايبوغلاسيميك دراكس اللي عاد نستعمله التايب 2. السؤال نيجي الساعة الميتابوليك فاكشن اوف انسولين. اول شيء طبعا اهم فاكشن تعرفوا كلكم اون كربوهيدرات ميتابوليزم. صوت واضح؟ واضح نعم. اول شيء بالكربوهيدرات ميتابوليزم يهمنا بالجلوكوز ترانسبورت. انتم تعرفون كلكم ان الانسولين يدخل الجلوكوز داخل الخلايا. يعني اعتقد مفهوم يعني كل مر عليكم عدة صارج حتى بالفيسيولوجي والبايوكيمستري. هنا يعني شوية راح نركز على هاي الأمر. كنترول الجلوكوز انتري انتو اكسترا هيباتيك تشو. لاحظوا اذا اكسترا هيباتيك تشو هسه عاد نحكي على ايش؟ عن اكسترا هيباتيك تشو. يسيطر على دخول الجلوكوز انتو الى داخل اكسترا هيباتيك تشو. ايش نقصد باكسترا هيباتيك تشو خاصة؟ نقصد بها بشكل عام او بشكل خاص
أديبوز تشو أدموس واللي طبعا تحتاج جلوكوز فور إنرجي. فعلا شو راح يدخل الجلوكوز اللي عفوا الإنسولين دخل الجلوكوز to these extra hepatic tissue. فلما أقول extra hepatic عيدة مرة أخرى أقصد بها outside the liver بس ما كله لأن البرين هذا بحد ذاته بشكل آخر. أركز أكثر شيء لما أقول extra hepatic أقصد بها أكثر شيء المصل أنا أديبوز تشو ممكن أن نظر تشو بس ما عاد البرين. ده شو راح يدخله by carrier mediated facilitated diffusion. هاي الأربع كلمات لها معنى. لما قول diffusion ما معنى diffusion؟ من يقول diffusion؟ ما معنى انتشار يعني بالعربي؟ انتشار من مناطق ذات تركيز عالي لا تركيز واحد. بالضبط من تركيز عالي تركيز واحد. نحن الجلوكوز من يدخل الدم لو نأخذ سعم مصل تشيو والجلوكوز صاب الدم طبعا هو تركيزه على من المصل فبالانتشار مفروض ينتقل من البلد للمصل يدخل. هاي خاصة انتشار ولكن هذه خاصة انتشار ما ممكن أن تحدث إلا أكو شيء يساعده فاسيليتد من يساعده هو الكارير كارير ميدياتد اللي يساعد فاسيليتد ديفيشن. فالكارير منو راح يكونه أو الناقل هو الإنسولين فلو ما موجود إنسولين الكارير ما موجود الناقل فالديفيوجن ما يحدث بالرغم من وجود اختلاف بالتركيز في مركز دم الكم بالبراد اعلى الجلوكوز من المصل مثلا بس ما ممكن يصير هالجريان هذا من التركيز العالي للواطي الا بوجود الناقل فالناقل من يكونه هو الانسولين والعمليه ايش نلخصها كارير ميدييتد فاسيليتد ديفيوجن. واضح يا حدوني؟ هذه بالنسبة للإكسترا هيباتيك تشو ما عاد يبريقنا. هسه نجي شلون يدخل الليفر. بالليفر يدخل باي سمبل ديفيوجن ميثود. ايش معنى سمبل؟ ما قلنا كارير ميدييتد. قلنا سمبل. يعني ديفيوجن عادي يدخل. تركيز الجلوكوز بالدم أعلى من الليفر يدخل من الجلوكوز من الليفر العفو من الدم على الليفر. بدون حاجة الإنسولين. سمبل ديفيوجن. هسه زين ايش دور الإنسولين؟ زين واحد اساله نتصور انه راح يدخل من الدم على الليبر سب ديفيوجن ايش راح يصير بالنهايه من يقلي تكوين الجلوكوز لا ما عفوا هاي اي انتشار من تركيز عالي تركيز واطي ايش راح يصير بالنهايه بالتركيزين توازن يتعادلوا يتساوون ما صحيح فمعناته من يتساوون ايش راح يصير بعد ما يدخل الجلوكوز فايش راح يصير من الدم راح يزيد فنحن لازم عندنا فقد ميكانيكيه بالجسم نقلل من الجلوكوز بالليبر حتى الانتشار يظل مستمر من التركيز العالي من الدم يعني الى الليبر بس نقلل التركيز الجلوكوز بالليبر الانسولين ايش يعمل ستيموليت او اكتيفيت هيباتيك جلوكوكاينيز بيحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفات وتعرفوا من صار جلوكوز 6 فوسفات راح يدخل عمليات كثيرة كلايكوليسيس كلايكوجينيسيس إلى آخره فبالحالة أشو دور الإنسولينوني ما له دور في دخول الجلوكوز ولكن دوره أنه يحافظ على فرق التركيز يعني يحافظ على ديموم العمل الديفيوجن فيحفزنا الجلوكوكاينيز فيقللنا الجلوكوز الموجود بالليبر وبالتالي تستمر عملية الديفيوجن واضحة؟ نجي على البرين. البرين يدخل الجلوكوز ما له علاقة بالإنسولين. ليش يدخل الجلوكوز ما له علاقة بالإنسولين؟ من يقول لي ليش؟ يعني حتى لو شخص إنسولين قليل يدخل البرين ما يأخذ ليش؟ البرين؟ ليش البرين له وايد خاصية إنه مفتوح بابه مفتوح للجلوكوز ما يحتاج أصلا اللي هو إنسولين. يعتمد عليها بالانرجي بالضبط لانه البرين الانرجي مالته برايمري سورس اوف انرجي هو الجلوكوز والسكندري سورس هو الكيتوموليز خدناها نحن قبل فاذا يحتاج جلوكوز وهي طبعا خاصيه مهمه ليش؟ لانه لما يقل الجلوكوز بالدم ايش يصير بالانسولين؟ هم راح يقل فلو
خلي جلوكوز وخلي انسولين، والانسولين يدخل الجلوكوز على البرين بعدها ما يدخل، فالانسولين ما له علاقه، حتى لو قل الجلوكوز بالدم حيدخل الجلوكوز الى البرين. ونفس الوقت لو لما يقل الجلوكوز ايش راح يقل نسبه الانسولين؟ راح يقل. لما يقل الانسولين ففي الحاله الانسولين فالجلوكوز ما يدخل للاكسترا بيت تشو ما عاد البرين قلنا، فما راح يتوجه الجلوكوز كله على البرين. الفاكشن الاخر الانسولين بالكربون ميتابوليزم والجلوكوز ديترايز، عشان كده تكونوا تعرفون اختمه انه الانسولين يساعد على اي عمليه تقلل من الجلوكوز، يعني مثل جلايكوليسيس جلايكوجينيسيس، يعني تحول الجلوكوز الى جلايكوجين راح يخلي الجلوكوز فتساعد، يعني هو عمله هو يقلل الجلوكوز، وبالعكس يقل يعمل انهبيشن لاي عمليه ايضيه تزيد من الجلوكوز، مثل جلايكوجينيسيس اللي يحول جلايكوجين جلوكوز، او جلوكونيوجينيسيس اللي يكون الجلوكوز مركبات غير كربوهيدرات. All lipid metabolism function of insulin stimulate lipogenesis in adipose tissue. يعني هو lipogenic. وهذا المرضى اللي عندهم سكري قلل الانسولين عندهم وما يشتغل يساعد بلايبوليسيس. ويزيد الفاتي اسيد قلنا ممكن يعمل كيتوبوليس. All protein metabolism يعتبر مصدر انابوليك هرمون يعني بناء. وهذا مرضى السكري يساعدهم ضعف ووهن بالعضلات لانه يساعدهم يبدا يساعدهم كتابوليزم اكثر من انابوليزم لانه انسولين ما موجود او ما يشتغل. بالاضافه لذلك طبعا هو شير الميتابوليك ريسبونس فور التروما وحناخذها بعد شوي. اكو سؤال على الفانكشن اوف انسولين؟ الميتابوليزم اوف انسولين طبعا هو بيبتعد هرمون يعتبر، فاذا ما يحتاج كرير بروتين، ومن ما يحتاج كرير بروتين طبعا هفاته تكون قليله، ولكن من صعب مرات نقيسه بمختبر. حقيقه الميتابوليزم اوف انسولين الموست اول بودي تشو، كل بودي تشو ممكن يصير ميتابوليزم، هو مجرد يعني الليبر والكدني and even the placenta. The placenta ممكن تتبرز. دكتور العفو صوتك كان يقطع. لو منع تحكي عن الانسولين قطع. بالضبط. وغما قلت شير ان ميتابوليك ريسبونس توارد تروما. يعني على كلوكا على كلوكا جول؟ لا دكتور قبل. الفاكشن يعني من الانسولين اخر شيء قلناه رابعا هو شير الميتابوليك ريسبونس توورد تروما راح ناخذها. الميتابوليزم اوف انسولين طبعا الانسولين هو بروتين هرمون، اذا ما يحتاج كرير بروتين نتوقع الهالف اوتوماتيك وقصير بين 3 الى 5 دقائق ما اكثر. واذا قلنا بالمختبر من الصعب قياسه. هسه الصوت واضح؟ نعم واضح. نعم. الميتابوليزم الانسولين يحدث خلايا الجسم خاصه بالليبر والكدني اند البلاسنتا، هو مجرد تحطيم للبروتين يعني يتحول الى امينو اسيد. الهرمون الاخر هو
الجلوكاجون. الجلوكاجون يعتبر كسكند كريتيك الانسولين. كان يتكون من بريكرسر ويسمينه بري برو انسولين ولما يتحول الى برو انسولين. فهذا نفس الشيء يتكون من بريكرسر دكتور صوتك ما يقطع. غول بالايس اي سيل او الفا سيل او اس انسولين بينو اس اس بريدجز عشان ما يكون استر اي فالستراكشر ما توني فقط سنجل تشين 29 امينو اسيد without SS bridges. دكتور العفو هم صوتك قام يقطع لما بديت بالجلوكاجون. نعم هسه احاول بس لحظه انطري مجال. تمام نعم دكتور بس العفو ممكن تعيد هذا السلايد على السريع كله يعني لين كان يقطع النت والريكورد. نعم بسيطه الجلوكاجون الهرمون الثاني من البنكرياس اول شيء هو سكند بنكرياتيك ازيت هرمون ديسكفر يعني ثاني واحد اكتشفوه بعد الانسولين. الشيء الثاني قلنا يتكون من فروم بريكرسر يعني من ماده اوليه اللي هي بروجلوكاجون مثل ما الانسولين يتكون من ماده اوليه يسميها برو انسولين طبعا بالايسر. الشيء الثالث ستراكشر مالته هو سنجل تشين بينما الانسولين هو دبل تشين. الامينو اسيد مالته هو 29 امينو اسيد بينما الانسولين 51. الانسولين بينه اس اس بريدجز بينما الجلوكاجون ما بينه اس اس بريدجز. فالستراكشر ما تشرح يكون سنجل تشين 29 امينو اسيد وذاوت اس اس بريدجز يعني تشين واحد. الشيء الاخر انه شافوا اكو تشابه بينه وبين انذر هرمون اللي يتكونه الانتستين يسمينه انتيرو جلوكاجون او اسم الاخر اللي هو جلوكاجون لايك لاحظوا لايك شبيه بالتايت. هذا التشابه بالميولوجيكال اند فيسيولوجيكال بروبرتيز يعني الفيسيولوجيكال نقصد بها الفانكشن يعني العمل مالته الانتروجلوكون يشبه عمل الجلوكاجون. بالميولوجيكال يعني ممكن لو نقيس نحن شو نقيس الجلوكاجون نسلط انتي بودي عليه بس عندنا يعني اتحاد ونعتبر الجلوكاجون انتيجين بس انتيجين انتي بودي بايندينج ونقيسه. هذا لما نسلط انتي بودي ممكن تتحد مع الانتروجلوكون ليش؟ لانه تشابه من الناحيه المناعيه. فهذا بس مجرد حتى تسمعون بينه تعرفون شنو هو الانتيرو جلوكاجون. فايش نقول عنه؟ هو هرمون produced by intestine has some immunological and physiological properties shared with glucagon produced by pancreas. سؤال حد واضح؟ نعم واضح. Regulation of glucagon secretion. أول شيء secretion is inhibited by hyperglycemia. يعني هو يرفع الجلوكوز. طبعا بالhyperglycemia يسمونه inhibition. أي واضحة جدا. شيء ثاني stimulated by hypoglycemia. يعني هو يرفع الإنسولين. لما يكون العفو يرفع الجلوكوز. لما يكون الجلوكوز قليل راح يسمونه stimulation of secretion. بالعكس حالة أولى قلنا المزيد الجلوكوز يعني hyperglycemia يسمونه inhibition. الشيء الثالث هو السوماتوستاتين مر علينا حتى بالانسولين قلنا يعمل انهبت اوف انسولين ريليس نفس الشيء السوماتوستاتين يعمل انهبيشن اوف جلوكاجون ريليس وصح نجي عليه بعد شوي. الفانكشن اوف جلوكاجون طبعا ليفر واز برايمري تارجت اوف جلوكاجون اكشن بديناها بدايه المحاضره ذكرناها قلنا الانسولين والجلوكاجون بعد ما يتكونون راح يروحون مع بعضهم للليفر فالليفر يعتبر البرايمري تارجت او فيرست تارجت تو اكشن اوف جلوكاجون يعني اول ما يروح يطلع من البنكرياس راح يذهب الى الليفر. كربوهيدرات ميتابوليزم تعرفون من الجلوكاجون يزيدون الجلوكوز. لما نقول زيد الجلوكوز يعني بعكس الانسولين. فراح يزيد او يعمل استيميشن لاي عمليه زيد من الجلوكوز يعني يعمل استيميشن تو جلايكوجينولايسيس مثلا تو جلوكونيوجينيسيس عكس الانسولين لاحظوا. وبنفس الوقت يعمل انهبيشن لاي عمليه تقلل من الجلوكوز يعني هدفه زي الجلوكوز بيعمل انهبيشن جلايكوليسيس اند جلايكوجينيسيس
يعني بالضبط عكس الانسولين. الميتابوليزم هم نفس الشيء عكس الانسولين. يعني اذا كان الانسولين هو لايبوجينيك يعني هو ليش يكون لايبوليتيك لايبوليسيس يعني. طبعا ميس لايبوليسيس ممكن يصير تندنسي تو كيتوسيس لان الفاتي اسيد راح الزيت تحول لكيتون بوديز. البروتين ميتابوليزم عكس الانسولين ميتابوليك يعني الانسولين ايش قلنا؟ انابوليك قلنا عينه مص انابوليك هرمون مص بوتنت انابوليك هرمون بالمهم بعكسه يكون كتابي. لذلك حال من حال الانسولين شير ان ميتابوليك ريسبونس تو تروما. الميتابوليزم طبعا حال من حال الانسولين هو بروتين هرمون فما يحتاج كارير تتوقع انه ما تكون قصيره حوالي 5 دقائق ما اكثر. والميتابوليزم واحد بالخلايا الجسم خاصة الليفر يعني تقريبا يشبه ميتابوليزم اوف انسولين. اكو سؤال على الجلوكاجون يعني انا اخذها بشكل مختصر. الصوت واضح؟ نعم واضح. نعم ناخذ هرمون اخر للبنكرياس اللي هو السوماتوستاتين. من اسمه ستاتين مر علينا قبل شويه. ستاتين سوماتوستاتين قلنا يعمل انهبيشن اوف انسولين ريليز يعمل انهبيشن اوف جلوكاجون ريليز. وحقيقه تسميه السوماتوستاتين موجوده باكثر من مكان اسال عدد الكميه الان. الهايبوثالموس مر علينا اللي يعمل انهبيشن اوف جروث هرمون سمينا جروث هرمون ريليز انهبيتوري هرمون بين قوسين اسمه السوماتوستاتين يعني جروث هرمون ريليز انهبيتوري هرمون يعمل انهبيشن اوف جروث هرمون سيكريشن. الاسم الاخر اللي هو سوماتوستاتين. فاذا يمر علينا بالهايبوثالموس يمر علينا بعد سي ان اس كان نيورو ترانسميتر سوماتوستاتين يعتبر انهبيتري نيورو ترانسميتر يعني يقلل من الاعازات العصبيه نقل الاعازات العصبيه. مر علينا هون اسم البنكرياس وذكرنا انه قبل شويه ذكرنا انه سنتسايز باي دي سيل. والحقيقه السوماتوستاتين يعتبر يتكون من 14 امينو اسيد والاكشن مات هو حقيقه مر علينا نعمل انهبيشن اوف انسولين اند جلوكاجون ريليس وبالاحرى هو يعمل انهبيشن تو بقيه البنكرياتيك هرمون. ايش هي بقيه البنكرياتيك هرمون؟ لو نشيل منه السوماتوستاتين ايش راح يبقى لنا؟ انسولين وجلوكاجون اند بنكرياتيك بوليبيبتايد اللي قلنا ينفرز ان تريس امات. والاكشن مات راح يكون هون لاحظوا لوكال باراكراين ما هو عدم لانه داخل البنكرياس هو كان ينفرز داخل البنكرياس ويعمل انهبيشن انسولين وجلوكاجون البنكرياتيك بوليبيبتايد وكله موجود وين؟ بداخل البنكرياس بيكون لوكال باراكراين اكشن يعني على الخلايا المجاوره يشتغل بدون ما يكون اندوكراين فانكشن. ليش؟ لانه يكون يعني ما يعدم داخل البنكرياس. من اسمه قلنا سوماتوستاتين يعني دائما عمله تلاحظوا انهبيشن موجود بالجي اي تي كذلك البوكسيماتو انهبت نيوتريان ديبلري فروم جي اي تي تو سيركيليشن يعني يقلل من نقل المواد الغذائيه من الجي اي تي للسيركيليشن يعني بمعنى اخر يعمل انهبيشن اوف ابزوربشن. فلاحظوا هاي الاماكن الموجود بها السوماتوستاتين ما بس موجود بالبنكرياس خليها ببالنا. سؤال دكتور نعم يعني السوماتوستاتين هو كل المناطق هذول يعني شابه لو نفس التقنيه بس لا هو يعني هو كاسم سوماتوستاتين بس كستركتشر بينه اختلاف يعني قلنا هذا البنكرياس 14 امينو اسيد يعني اماكن اخرى تختلف عدد الامينو اسيد ونوعيته بس كفانكشن هو كله انهبيشن فنسمينه سوماتوستاتين. لو كان ستركتشر مالته يشابه كان اللي بالبنكرياس يعمل انهبيشن تو يعمل انهبيشن تو جروث هرمون او بالجروث هرمون يعمل انهبيشن تو بنكرياس. لا الفانكشن يختلف بس كستركتش كفانكشن عام يعني انهبيشن يشابه كانهبيشن يسمونه سوماتوستاتين. اكو سؤال؟ البنكرياس بالمتعد خلنا ينفرز من البنكرياس ان تريس امون 100 كيلوش قليل هو من اسمه بوليبيبتايد يكون من 36 امينو اسيد واللي كونه قلنا ذكرناه قبل شوي هو الاف سيل اوف ايزيت اوف لانجراس. الفانكشن مالته يعتبر سيلف ريجوليتر لاحظوا
سالف ريجوليتر يعني يعني ايش معناته مثل ما نقول يعني يسيطر يسيطر على او ينظم ذاتيا عمل البنكرياس كل عمل البنكرياس يعني بوث اندوكراين اند اكسوكراين يعني ينظم عمل البنكرياس الاندوكراين فانكشنات يعني ينظم عمل افراز الهرمونات من البنكرياس وبنفس الوقت ينظم عمل البنكرياس كاكسوكراين فانكشن يعني ينظم افراز الدايجستيف انزيم رب البنكرياس فيعتبر كسلف ريجوليتر قبل كانوا يقولون يعني فانكشنات انكلير يعني حاليا يعني لاحظتونه بال يعني بالمصادر والانترنت انه يعتبر كسلف ريجوليتر او بنكرياتيك سكريشن اكتيفيتي كل البنكرياس ما يخص يعني ما لو قارنوا بالسوماتوستاتين هذاك يعمل انهيبيشن تو اندوكراين فانكشن اوف البنكرياس اللي يعمل انهيبيشن تو انسولين جلوكاجون وبنكرياتيك بنكرياتيك اما هون ريجوليتر يعني ينظم عمل البنكرياس ذاتيا ليش ذاتيا انه منه بينه يعني هو كينفرز وينظم عمل نفس البنكرياس كينفرز البنكرياس وينظم عمل البنكرياس وينظم عمل كل البنكرياس اندوكراين اند اكسوكراين أكو سؤال؟ اليوم لازم حقيقة نخلص المحاضرة شوية نطول عليكم في 10 دقائق الأخ الميتابوليك ريسبونستروم يعني الأسبوع الجاي دكتور أسامة هياخدكم محاضرات فباقي لنا الميتابوليك ريسبونستروم حقيقة الميتابوليك ريسبونستروم مر علينا كثير هسه مر علينا بين المحاضره مرتين انسولين والجلوكاجون قلنا شير ان ميتابوليك ريسبونس تو تروبا ناخذها بشكل جدا مختصر انه الفيشر اوف تروما او يسموه الشوك يعني واحد من عنده تروما تروما وات ايفر تروما كار اكسيدنت سيرجري اي شيء اكيو ديزيز صوتي واضح نعم واضح فالفيشر أو تروما لما يصير عند الشخص تروما هسه عنده فيشر معينة هل فيشر هذه منين تجينا result from منين تجينا from reduction of oxygen supply to tissue فيقل الأكسجين للتشو فيصير عند المريض فالفيشر معينة خاصة بالتروما بسبب قلة الأكسجين للتشو طبعا الجسم ما هيسكت بس عنده رد فعل فقله الاكسجين تو تشو او ريدكشن اوف اوكسجين سبلاي تو تشو ليد تو لاحظوا ليد تو ميتابوليك كونسيكونس هل ميتابوليك كونسيكونس او رد فعل الجسم لقله الاكسجين اللي يصل للخلايا والانسجه هاي نسميها ميتابوليك ريسبونس تو تروما هدفها انه تو بروفايد ذا فولوينج ذيس تشينجز هدفها الميتابوليك ريسبونس تروما انه تعطينا ذا فولوينج اول شيء يعني كرد فعل الجسم هاي معناتها هيمودايناميك تشينجز شنو هيمودايناميك تشينجز شيفت بلاد سبلاي فروم بيريفيرال سيركيوليشن تو سبلاي فايتال سيستم البلاد سبلاي ما هو على البيريفيرال سيركيوليشن على البيريفري اوف ذا بادي وين راح يتركز على الفايتال سيستم اللي البرين and cardiopulmonary system ليش؟ لأن الأكسجين قل فهي مناطق حساسة لازم نزودها بالدم لازم نزودها بالأكسجين تعرفون الأكسجين عن طريق الدم فالدم وين يتوجه؟ البرين والcardiopulmonary system أكثر ما يتوجه على البلفري فهي نسميها hemodynamic changes هاي changes اللي كانت فعل من ناتجنا من metabolic response to trauma الشيء الثاني نيورو اندوكراين اهميته انه بروفايد ذا بادي وذ انكريز ريكويرمنت اوف انرجي ديورينج تروما طبعا بيصير الشخص عنده تروما يحتاج مور انرجي صوت واضح نعم واضح نعم من يصير عند الشخص تروما يحتاج مور انرجي فالنيورو اندوكراين تشينجز اللي نهايه كلمه اكثر شيء انه تزود الجسم وذ انكريز ريكويرمنت اوف انرجي يزداد تحتاج الى مور انرجي فتزود الجسم بالانرجي شلون يزود الجسم بالانرجي باي كونفرتينج نيوتريشنال ستورز انتو انرجي الخزين الغذائي الموجود بالجسم يتحول الى انرجي يعني عندنا عمليه هدم
بالكربوهيدرات بالجلايكوجين مثلا بالتريجليسيرايد بالبروتين حتى تعطينا انرجي. الشيء الثالث اللي تعملناه هو ووتر الالكترولايت زركش، تحافظ على مستوى الماء والاملاح الموجوده بالجسم. طبعا هذا ما يخص اكثر شيء الاي دي اتش والانجيوتنسين 2 اللي يحفز لنا الالدوستيرون. فهاي الميتابوليك ريسبونس اللي هو رد فعل الجسم. شو راح يصير رد الفعل؟ ثلاث اتجاهات، الهيمودايناميك نيورو اندوكراين اند ووتر الكترولايت بريزرفيشن. اكو سؤال لحد هوني؟ صوت واضح؟ نعم واضح. ستيجز اوف ميتابوليك ريسبونس سيندروم، هذا رد فعل الجسم واحد بشكل ستيجز يعني بشكل خطوات. اول ستيج يسمونه اي فيس يعني الانكماش او الدزر. هذا الفيس طبعا يحدث اوكير ايميديتلي مباشره افتر تروما، يطول اكستندد فور 24 تو 48 اورز يعني بين يوم الى يومين. بنهايته اما اذا كان سبير تروما يؤدي للديث يعني ما الجسم يتيق يواصل اكثر بالرغم من رد الفعل ماتوا، او اذا ما صار ديث راح يعقب بانظر ستيج يعني يجي بعده انظر ستيج. طبعا هذا سميناه اي فيس يعني جزر. الستيج اللي بعده عجينا سميناه فلو فيس بالعكس صح. الاب يعني ينكمش يعني جسم ايش معناته اب يعني ينكمش على نفسه يحاول يحافظ على الشيء اللي عنده. بعده لو عبغ هذا الفيس ما صادت راح بالعكس فلو فيس راح يكون جزر بمعنى جزر يعني المد بالعكس راح يكون بعكس الاب فيس. هذا الفلو فيس راح يتقسم سب ديفايد الايرلي اند ليت. الايرلي يسمينه كاتابوليك يعني يسمينه هدم يعني الجسم يحتاج انرجي بعد يصير عنده كاتابوليزم. هذا شو قد يحدث الايرلي فيس؟ طبعا يحدث مباشره بعد الاف فيس ويطول بين 3 إلى 7 أيام لانه اول شيء اف فيس بعدين فلو فيس. خلينا اول خطوه من الفلو فيس هو الايرلي فطبعا مباشره راح يحدث بعد الاف فيس وبين يطول يعني اكستند بين 3 إلى 7 أيام. عقبه ليت او نسميه انابوليك. لاحظوا بعكس هوني راح يبدي الجسم يعوض يبدي يرجع يبني يعوض ما فقده فنسمينه الابوليك او نسمينه ريكفري فيس اللي هو مرحله الشفاء بدات البناء مره اخرى من يصير بناء معناته شفاء. طبعا يحدث مفهوم انه يحدث بعد الكتابوليك فيس ويكستندد فور فاريبل دوريشن يعني ما بين وقت محدد ايش حيطول حسب السيفيريتي. وصلنا اول شيء اف فيس انكماش قلنا اف فيس اما يؤدي الى الديث او تو بي فولود باي انذر فيس اللي هو الفلو فيس. الفلو فيس ينقسم الى قسمين الايرلي اللي يحدث مباشره بعد الاف فيس او نسميه كاتابوليك فيس وقلنا يطول بين 3 إلى 7 أيام ويعقبه الليت اللي بعده طبعا او نسميه انابوليك لان مرحله بناء تبدي او نسميه ريكفري فيس وكستد فور فاريبل ريتريشن ما بينه فقط وقت محدد ينتهي. طبعا نقلنا للتنجز هي ثلاث اشياء هيمودايناميك نيورو اندوكراين اند ووتر الكترولايت. خصنا اكثر شيء هو النيورو اندوكراين تشينجز الميتابوليك ريسبونس تروما بما يخص البايوكيمستري. اكو سؤال حد هوني؟ الصوت واضح؟ نعم واضح. نعم النيورو اندوكراين تشينجز من اسمها نيورو اندوكراين يعني تغيير بالنيورو بالنيرف سيستم والاندوكراين سيستم يعني بالهرمونات. فلما نيجي على التغيير بالنيورو سيستم او النيرف سيستم راح يكون تغييرات باربع اشياء مهمه. يعني العمليات اللي تسيطر عليها النيرف سيستم الميتابوليك ريت بادي تمبريتشر اوكسجين كونسبشن اند كاردييك اوتبوت. شو راح يساعدنا تشنجز؟ لحظه بالايف فيس خلينا هو انكماش فايش نتوقع بعد الفعاليات الاربعه راح تقل. هاي بالايف فيس يسعى الكتابوليك فيس ايش راح يصير بالجنس؟ هيبدا في شيء بدهم يزدادون لان يعني صار عندنا فلو فيس الكتابوليك فيس ضمن الفلو فيس يبدا عكس الاي فيس تبدا الكتابوليك فيس
يبدا تزداد الميتابوليك ريت، التمبريتشر تزداد، البودي تمبريتشر، اكسجين كونسبشن، كارديو اوتبوت تزداد. بالانابوليك فيس الاخير طبعا هو مرحله الريكفري قلنا يرجعون تورد نورمال. مع الميتابوليك ريت حتى يعوض يعني سمينا له الانابوليك فيس، فممكن عنده الميتابوليزم راح يزداد نوعا ما لفتره اطول منه. بس بالنهايه لازم يرجع الى النورمال. ولاحظوا هاي تشنجز بالفعاليات الحيويه للميتابوليك ريت، تمبريتشر، اوكسجين كونسبشن اند كارديك اوتبوت. انكماش راح يقلون، كتابوليك اللي ضمن الفلو فيس راح يزدادون، والخطوه الاخيره الانابوليك بما انه ريكفري فيبدا يرجعون توردز نورمال. ونرجع الهرمونات تشنجز. الحقيقه هاي الهرمونات مروا علينا سابقا معظمهم، قلنا وذكرناه من شرحناه ذكرناه من قلنا شير من ميتابوليك ريسبونس تو تروما، يعني ضمن الكورتيزول الكلوكورتيكويد قلنا بالفكشن ماتو انه شير ميتابوليك ريسبونس تو تروما، كلوكاكون ذكرناه قبل شويه، انسولين ذكرناه، جروث هرمون ذكرناه، بالكاتيكول امين ذكرناه انه قلنا شير ميتابوليك ريسبونس تو تروما، كذلك بالاي دي اتش انجيوتنسين 2. وهذول الاثنين لهم علاقه بالووتر الكترولايت ريزرفيشن، فكشن اخر الاخير بالميتابوليك ريسبونس تو تروما. بس تتوقع ليفل ماتم لاحظوا بالايف فيس وانكماش راح يزدادون، راح يقول ايش انكماش وزادون زادون حتى ايش يعمل؟ يعملون يدون عمليه الهدم. يعني تعرفون مثلا كلوكوكورتيكويد قلنا لايبوليتيك اون بريفري عملنا هدم، كلوكاجون نفس الشيء عملنا هدم، مثلا كاتيكول امين عملنا هدم والى اخره، فكل واحد يزدادون. الكروث هرمون يعملنا هدم للكلايكوجين فيزيدنا جلوكوز فور انرجي، ما عدا لاحظوا الانسولين راح يقل. ولذلك المرضى اللي يعني من اهل اول يقولون اللي يصير عنده هبطه او شوك راح يصير عنده ممكن يصير عنده سكري في المستقبل. ليش الانسولين يقل؟ مرض يقل ويبقى قليل فيصير عنده مريض سكري. ولذلك نحن بحاله الشوك لازم ايش نعطي المريض؟ نعطينه يعني حلويات سكر مثلا حتى نحفز الانسولين حتى لا يبقى لا يظل قليل عنده، يصير عنده يعني يعني يصير عنده المريض السكري. فلاحظوا كل ما راح يزدادون مع هذا الانسولين راح يقل. بالاضافه اذا كشف عنده المريض انسولين ريزيستنس حتى لو موجود انسولين ما يشتغل عنده. ليش؟ لان الانسولين بنائي، نحن هون ما غير بناء، غير هدم، غير نحصل على انرجي. خلينا قبل شوي الفاكسون قلنا يبني بروتين، يبني كربوهيدرات، يقلل من الجلوكوز، ما يفيدنا احنا غير شيء ينطينا انرجي فلازم يقل. بالاضافه لك يصير عنده انسولين ريزيستنس حتى الموجود ما يشتغل. الكتابوليك يظلون يزدادون لان الكتابوليزم عندنا، والانسولين يبدي بقى شوي شوي يزداد. حتى ليش يبدي يزداد؟ لانه قلنا بالاف اس يصير عنده ريزيستنس مقاومه للانسولين فيبدا يزداد حتى يتغلب على هاي المقاومه، فيصير عنده زياده بالانسولين سكريشن بالكتابوليك فيس. بالانابوليك مرحله البناء طبعا راح يرجع نحو طبيعي، من ضمن الهرمونات راح ترجع نحو طبيعي ما عدا جروث هرمون الانسولين. لاحظوا انه نوعا ما حيبدا راح يبقى يزداد لفتره معينه اطول من البقيه. ليش؟ حتى يرجع يبني ما فقده الجسم. تعرفون الجروث هرمون هو بناء فور جروث خاصه بالاطفال. الانسولين كذلك انابوليك هرمون، قلنا مصبط وتد انابوليك هرمون، فيبقى نوعا ما فعاليته تطول يعني بزيادته اكثر من البقيه، ولكن بالنهايه راح يرجع توورد نورمال. اكو سؤال؟ الصوت واضح؟ نعم دكتور. لاحظوا يعني الانرجي برودكشن راح تقل بالاف اس وتبدا شوي شوي تزداد بالكتابوليك الى ان تصل حتى شوفوا اعلى من الطبيعي بالانابوليك فيس، لانه بناء لانه نبني ما فقده الجسم فعليه لازم تزداد اكثر واكثر. النيوتريشن ريكوايرمنت قلنا راح تزداد اد مور سيفير تروما هاي انرجي از نيدد، ايش قد ما التروما تكون سيفير ايش قد ما نحتاج انرجي اكثر.
فلما نقول نحتاج إنك إنرجي أكثر أصغر سعرنا نحتاج إلى more catabolism or excess catabolism حتى نحصل على إنرجي. فنبدأ نبدأ نحطم خاصة بالإب كاتابوليك فيس ترجع قلنا طبيعي بالأنابوليك فيس. بس راح نحطم كربوهيدرات ونحطم الليبت ونحطم البروتين حتى نحصل على إنرجي يعني كاتابوليزم. شو وقت نحتاج إنرجي بالإب فيس؟ فنحتاج إلى كاتابوليزم. وكذلك بالكاتابوليك فيس هم الكاتابوليزم مستمرة حتى نحصل على إنرجي. بالأنابوليك بالعكس راح يساعدنا تقليل الكاتابوليزم وزيادة بالأنابوليزم لأنه حتى نرجع الوضع إلى البناء ونعوض ما فقده الجسم. بس راح يحطم عندنا الكربوهيدرات والليبت والبروتين. حطم ما يكون ما لا نهاية يعني إيش قد يعني خزين موجود بالجسم لازم ينتهي. بس قد مدته. تهون الهيبة الكلايكوجين يعني خزين الكلايكوجين موجود بالليبر يعطينا إنرجي ما أكثر من 12 ساعة. وينتهي المصل الكليكوجين مع المصل البروتين الموجود بالمصل اثنين البروتين والكليكوجين راح يعطينا انرجي حوالي 12 دقيقة فقط وينتهي. بينما الفات ستورج اللي وسط الشيو الانترنال اورجان مثلا تعرفون الفيشيا موجود بالليفر بتحيط بالليفر بالكدني بالبنكرياس الانتستين موجود بالابدومينال كافيتي هاي تعطينا انرجي حوالي 24-25 يوم وتنتهي. فإذا خزين يعني مثل ما أقول حتى البنك خزين الأموال بينهم حد معين ينتهي بس قبل ما نسحب منه لازم نصل حد إنه الرصيد يكون صفر. الرصيد صفر شو وضعه يكون بالهيبة الجلايكوجين بعد 12 ساعة بالمصل الجلايكوجين مع المصل البروتين حوالي 12 يوم بالفات ستورج يطول 24-25 يوم. سؤال أنا أعتذر شوية تأخرت عليكم اليوم حقيقة أنت شوية قطع عندنا لازم نعوض المحاضرة. لا عادي دكتور انتهينا من المحاضرات حقيقة كإندوكراين انتهيتوا منه. الأسبوع الجاي دكتور أسامة هياخذ كم فيتامينز ويعني إذا تتفقوا على موعد على الامتحان حتى نعمل لكم امتحان بالإندوكراين حتى هم تقرونه وهم تستفيدون من ناحية الدرجة. أول امتحان يعني نبدأ من الثايرويد هرمون إلى النهاية. إذا تحبون حددوني موعد الأسبوع القادم إن شاء الله دكتور. راح أطلق الساعة استمارة الحضور الثانية أدخلكم على الشات بس الرقم السري وهتنطلق بعد لحظات. وصلكم الرقم السري.